Bonsoir, Zulf Laoun. Je suis à Bounoura, bien entendu. Je vais vous faire une petite visite guidée. Ziyara Sari'a, les. إحدى معالم المدينة ومدينة بونورا هي ثاني أقدم مدينة في وادي ميزاب. في البداية راح نوريكم هنا مركز ثقافي لواحد من المجاهدين الكبار في وادي ميزاب وهو المركز الثقافي المسمى على المجاهد المرحوم الشيخ داودي محمد بن عمر وهو في حي بريش حاولك فوالا وزافي هنايا عندكم المركز الثقافي تاع المجاهد الشيخ المرحوم الشيخ داودي بن عمر هاو المركز الثقافي وحاولك Je vais vous présenter, je vais vous faire une petite visite guidée sur les hauteurs de Bounoura et je vais, vous expliquer, Wadi Mzab, voilà, il y a Narana Talain. رانا طالعين هنا يحدو المدينة طبيعة الحال ملعب كرة القدم دا وعندكم أولوان راح نطلعو نشوفو إن شاء الله برك ما يكونوش البيبان مغلوقين طلع شوية واعرة راح نوريكم اون في دونسومبل sur la une vie d'ensemble sur Bounoura. Allez Bounoura. Voilà comme tu vois هنايا هو ملعب كره القدم وراء ملعب كره القدم اذا قلنا وراء ملعب كره القدم هذه كلها مقبره بونورا وراء الجدار هذا اللي راك تشوفوه بعد المقبره هنالك شارع يؤدي الى حي تنوما وحيث النوم يبدا تقريبا من المنطقه هذه ويروح ها حتى تقريبا هناك اولوان وعندنا عندك هنا حي بالريش اولوان كاين مسجد بوعزون ومن الجهه هذه ماهوش يبان جبل ربي ماهوش يبان مسجد ختاله وهنا ايضا واحد مسجد آخر من مساجد المدينة وهو مسجد جمعية النور في مدخل المدينة فوالا هنا وهنا لا روت ناسيونال نيميرو 1 أولوان راكم تشوفوا لا روت ناسيونال نيميرو 1 والمبنى هذاك أولوان مانيش عارف راكم تشوفوه هي عيادة والله غير نسيت اسمها هي عيادة متخصصة une clinique une très très bonne clinique t'as un des milliardaires de la ville il a plusieurs projets هنايا bon voilà هنا دوك نطلعوا شويه نطلعوا نزيدوا نطلعوا للمعلم الاثري voilà c'est là on va surplomber رايحين نشوفوا من الفوق مدينه بونورا بطريقه اجمل واروع طبعا كي نوصلوا للفوق راني راح نحكي لكم على نشأة هذه المدينة ونصحوا بعض المغالطات اللي يقع فيها العديد من الاشخاص بون فا جي سي مو رابروشي لو بلوس بوسيبل هان دو لاندرو اون با pour pouvoir avoir une vie d'ensemble sans pour autant me blesser parce que la pierre هنايا شويه حاده donc هاي عندكم نظره لمدينه بونورا هاو انا غلطت من قبل هذا هو مسجد سي سا لا موسكي مسجد مدرسه النور
هذا هو فوالا، هذا هو التحت، ها ولا راكم تشوفوا فيه التحت. عندكم مليكة امامنا من الجهة الاخرى يفصل بين مليكة وبنورة الشارع لا روت ناسيونال نيميرو 1، وهنا راكم تشوفوا كاع به بنورة. هذا مسجد اخر، مسجد بوعزون، ولهيه اولوان مسجد تنومة. تنومة راكم تشوفوا كاع هاي اوني توت اون او انا كاع الفوق كاع. On va voir après avec le coucher de soleil. هذه احدى المدارس لتحتا الشيخ صالح الدودي، هاي هنايا، وهذه مدرسة أخرى ملحقة أخرى، هذه لتحتا. فوالا نزيدو الآن نرجعو للمعلم التاريخي اللي أنا بصدد الحديث عنه، وراح نشرح لكم ما هو من وشن هو المعلم التاريخي هذايا. راني راح نطلع اب 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 اب. فوالا عندكم اقدم مسجد، اقدم مسجد في هذا هو اقدم مسجد في بونورا، وراح نحكي على المسجد هذا. وممكن كاين اشخاص هنا ممكن يفيدونا حول المسجد هذا يا. السلام عليكم. السلام. بثت لي دايوا لاباس يا ربي لي تسند قنشرف في تبجي دايوا نوض السند تاريخنا في مسجد احمال داك. واش تقدر تقول لنا على المسجد هذا؟ تعرف روحك قبل. السلام عليكم. فوالا انا صبت جي تروفي ان امي موزابيت ici sur le à côté de la mosquée. راح يعرفنا بروحه وراح يتكلم لنا على المدينه تاعو، مدينه بونورا. اولا عرفنا بنفسك وعرفنا على مدينه بونورا واهميتها في من بين القرى السبع لوادي ميزاب اللي لقبها شاعر الكبير نال ماشي مفدي زكريا سعد يوسف، وقال عنها انها القرى السبع المقدسه. واش تقدر تقول لنا عن القرى السبع المقدسه اللي اطلق عليها هذا اللقب الشاعر والكاتب الكبير العراقي سعد يوسف؟ واش تقدر تقول لنا على مدينه بونورا؟ السلام عليكم، انا معكم احمد بحمد عاشور من قصر بونورا العتيق، من ثاني قصور وادي مزاب، اسس في 1014 ميلادي ولا ما لا لا 1013 هي العطف 1013 العطف، ومن بعد 40 و 45 تقريبا 45 ميلادي. اي اي تعتبر من اقدم القصور في وادي مزاب، وهذا المسجد هو المسجد العتيق في بونورا. وتاريخ تاريخ البناء هذه المأذنة مكتوبة في خلاص يا مال قيدينا وورينا. هيا مبني بالطوب، مبني بالطوب، قلت لي مبني بالطوب. ايه بالطوب، ايه بالطوب وسعف النخيل. وسعف النخيل ايوه. بناء بقرون ومازالوا صحيح. المسجد هذا بني عام 1000 على حسب الكتابة هذه، عام 1048، يعني ثلاث سنوات تقريبا بعد ثلاث سنوات. هذا هو المسجد. فيه هاي نطلعوا نشوفوا المسجد هذا اللي هو أعرق ثاني مسجد تقريبا في منطقة وادي ميزاب، بعد ما طبعا بعد مسجد العطف اللي هي سبقت المسجد هذايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بني المسجد ايوه على بركة الله ايوه في عام 1048 1048 ميلادي ميلادي نعم. والثاني والواحد والثاني العام الهجري العام 1985 اعيد بناؤه. اعيد ترميمه. انا راح نعطيك واحد النكته صغيره انت اللي ما تعرفهاش ممكن، انه المسجد هذايا كي كان لما كان يرمم بدأ بالتحت، لتحت كاع بداو يديروا الدروج ولتحت وراء وراء الملحقة. وكنت نجي هنا في الصيف وكنت مازال اتيديون، وكنت انا من بين الناس اللي شاركوا في بناء وترميم هذا الصرح العظيم. طبعا ما لحقتش حتى لإعادة تأهيل و
المركز الثقافي تاع المجاهد، ومن بعد تعطينا نبذه تاريخيه على المجاهد، المركز الثقافي هذاك اللي سمي على المجاهد داودي. لا لا داودي قلتوا لتحت مازال نشوفوا بن عمر. المهم زيد كمل، هضرنا على المسجد هذا يعتبر من اقدم المساجد في هاوليك في وادي مزاب. اقدم مئذنه هي اقدم مئذنه في وادي مزاب. هذه اقدم مئذنه، قلت لنا وشنو عودها؟ اقدم مئذنه، اقدم مئذنه في وادي مزاب، في وادي مزاب هذه هي اقدم مئذنه في هذه. وهذا راح بالمسجد هنا يعني تقريبا يقدروا يصلوا فيه لما يكونوا في ايام الصيف، ايام الصيف وكذا الصيف يصلوا هنا، يصلوا هنا ايوه. ايام الشتاء يصلوا هنا للداخل تحت. وكاين ثاني راح من الجهه هذه ايوه. فوالا، ومازال نروحو نصوروا من الجهه الاخرى المقابله، نهبطوا شويه نشوفوا تعطينا الاحياء واحد واحد، نعملوا لفه هكذايا وتعطينا الاحياء تاع وادي ميزاب. قصر بونورا بالامازيغيه. قبل ما تقول لنا على قصر بونورا، ممكن تقول لنا بعجاله من هم اكبر الرجالات الذين عرفتهم او ولدوا في مدينه بونورا هذه؟ نعرف انه رجالات كبار سواء في الشعر، سواء في السياسه، سواء في الادب، سواء في الدين. نروح نقربوا شويه من هنا، تقول لنا تعطينا نبدأ عن الشخصيات البارزة اللي معروفة على الصعيد الوطني ممكن العالمي اللي ولدوا هنا في بونورا. في بونورا أكبر شخصية معروفة في بونورا ولها تأثير كبير في الأجيال اللي بعد اللي ربتها، عندنا قشار بلحاج. قشار بلحاج أيوة، رجل ديني، رجل ديني. وشكون هو هذا قشار بلحاج؟ وممكن تعطينا نبذه تاريخيه عنه وعن مؤلفاته الكبيره والغزيره؟ عنده والله ما عنديش معلومات بزاف، ما عنديش معلومات بزاف عليه. ايوه كاين كتب، معروفه عنده، عوائد ميزاب سنن لا تقاليد. ايوه كاين هذا الكتاب، دار ضجه في هذاك الوقت، قال لك اخيرا في السنوات الاخيره قالوا لك العوائد تاع ميزاب عوائد شغل كما يقولوا بدع. ايوه ايوه جاو علماء واحد اخرين قالوا هذو عاودوا دقوا في هذا الكتاب. ايوه قال هذا الكتاب اللي داروا قشار بلحاج بن عدون، اللي هو اسمه قشار بلحاج بن عدون. بلحاج بن عدون. ايوه كل كتاب، كل عاده في فوض مزاب هي تبع لسنة الله ورسوله. كل العادات، انت تحب تقول ان كل العادات والتقاليد المتعارف عليها والتي يطبقها المزابيون تعود لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ قشار بلحاج طبعا معروف في وادي مزاب، كلها، وبالاخص في بونورا، انه مربي الاجيال وكان امام بونورا الاكبر. ممكن تحكي لنا شويه كيف توفى؟ لانه العديد من الناس ما يعرفوش الشخصيه هذه كيفاش توفت، وفاتها كانت ماساويه نوعا ما. هذا مات بايادي الغدر، في ايام التسعينات، في الحقبه السوداء. نعم في عام العشريه السوداء. في عام 1996. طبعا نعم بالفعل كان عنده لقاء في الجزائر العاصمه. ايوه ولما في مده يومين ثلاث ايام، ولما كان راجع كان راح يجي في الطياره. فمكاتب الله في الطياره هذيك ما كتبش ربي، ما جاش في الطياره، جا في الطريق الجزائر، طريق رقم واحد، ودارو لهم كمين. يعني سكون ابل اون فرونسي فو باراج. ايوه فو باراج بين اغواط والجزائر، بين اغواط والغردايا. في منطقه اسمها بوتركفين. بوتركفين بين الاغواط معروفه. ومات تماك الله يرحمه، داروا له فو باراج ومات شاهد. مات شاهد مع
مع طبعا شخص اشخاص اخ اخرين من قصر بغناوة والقصور المجاورة. ومن ايضا ناس يعني ماشي من وادي ميزا من الجزائر العميقة اللي كانوا ده جزائريين. طبعا ممكن زيد الشخصية هذه البارزة الاولى اللي كنا نذكروها كي كنا صغار وربانا وحتى ضربنا وقومنا ورجعنا رجال، ممكن تعطينا شخصية اخرى مثلا؟ رجل انا بحكم هو ثاني من العائله تاعي. ايوه العائله تاعي، بصح ما كتبش ربي ما تقربتش منه بزاف. لا انا تقرب صغير. انا تقربت منه راح ومن بعد نهضر انا نهضر لك عليه راح زيد. انا كنت صغير بزاف ما ايوه ما عنديش معلومات اكثر عليه. واسمه قشار بالحاج. ما عنديش معلومات عليه الحياه حاجه واحده. لا اسمع لي شخصيه اخرى. شخصيه اخرى قشار كاين عندنا بفلح. بفلح بيوب. بفلح بيوب مقر السكن تاعو غير هنا ما أيوة. بزاف. ايوه هذا علم من علماء. لا خلينا من العلماء الان تكلمنا على قشار. لما تكلم عن لما تكلمنا على قشار خلاص يعني احنا افضنا واستفضنا وبما فيه الكفايه عن رجالات الدين في غردايا. والناس الجزائر كلها تعرف رجالات الدين. الان اذا كان هنالك شخصيات اخرى في غردايا في مجالات اخرى. كاين في المجال الفني مثلا عمر داودي. عمر داودي ايوه نعم بالفعل ددي عمر. ددي عمر نعم عنده بزاف مؤلفات. مؤلفات في الغناء. في الغناء وفي الفن الاصيل. في الاصيل تاع وادي ميزاب. باللغه المحليه طوم زابط. نعم. طوم زابط ايوه طوم زابط. وله باع طويل. باع طويل في الفن. هذا وين كنت انا خرجت من البيت وكنت نشرب لاتاي مع الوالده جبدنا في سيرته سبحان الله. وهو قريب عليا طبعا وهو من ابن عمي. هنالك ايضا شخصيه اخرى يمكن ان نتكلم عنها وهو هبه عمر. الشاعر هبه عمر. شاعر هبه عمر نعم. ايوه عنده مؤلفات في الشعر. عنده مؤلفات كثيره في الشعر. ايوه مؤخرا وضعت في المكتبات. بداني الصوره دور Voilà, c'est ah, oui, oui. Mais vous voyez le coucher du soleil magnifique de Gardaïa, c'est pas pour le couper, mais je trouve le chemin qui fera être Europe faire Gardaïa. هنا زيد زيد تفضل زيد كلمنا على هبه عمر. عندنا هبه عمر تكلمنا على عمر داودي وتكلمنا على قشار بلحاج. هنالك ايضا انسان انت نسيته ممكن الان تاخذ تفيلميني انا وتطرح لي اسئله وراح نكلم اصدقائي على المباشر اروح منا باش نقدروا نشوفوا اصدقائي يقدروا يشوفوا هذه. تقرب لي هذه البونوره قصر بونوره من فوق. فيلمي شويه هنا قصر بونوره من فوق. قصر من بونوره سي سا سي بونوره دون هو. وهناك او لوان عندك طريق العطف اللي يؤدي الى مدينه العطف تجنينت. فوالا تجنينت يؤدي الى مدينه العطف. اول مدينه تاسست في وادي ميزاب عام 1013 ميلادي. طبعا راح نتكلم الان عن شخصيه بارزه في وادي ميزاب وهو ابن عم والدي وهو الشيخ عيسى حمو النوري. الشيخ حمو عيسى النوري نعم. من المجاهدين الكبار الذين شاركوا في ثوره التحرير. نعم. وفي بالضبط في لا باتاي دالجي اللي شاركوا فيها الميزابيين كثر لكونهم تجار في منطقه في العاصمه باب الواد الى اخر القصبه الى اخره. فهذا هذه الشخصيه الكبيره وهو مؤرخ الحقيقي للثوره الجزائريه المؤرخ الحقيقي لما صنعه احفاد ابن رستم خلال الثوره الجزائريه واستطاع ان يكتب كتاب دور الميزابيين في حرب التحرير قديما وحديثا في 3 مجلدات وهو موجود في المكتبات وكتبه منذ قرابه اكثر من 25 سنه الى 30 سنه على ما اعتقد اكثر من 30 سنه على ما اعتقد يعني في 89 تقريبا كان الكتاب هذا متوفر بكثره في المكتبات سواء المكتبات الميزابيه الاباضيه في الجزائر العاصمه او تلك المتواجده في المدن
المدن ولايات الجزائرية أو في وادي ميزاب. الكتاب هذا موجود ويمكن من خلاله نتعرف على الشخصيات البارزة، لأنه الجزائريين عامة يعرفوا مفدي زكريا. نعم. وأنا نقول لهم مفدي زكريا هو عنصر من عناصر ميزاب، وليس كل ميزاب. نعم. والحمد لله عندنا رجالات كبار. مدينة بونورا أيضا من خلال كفاحها ونضالها عرفت شخصيات كثيرة، وأنا ما نحبش نتكلم عليه بزاف لأنه هو والدي. والدي إبراهيم المجاهد السفير إبراهيم عيسى بن بسعيد، وهو كان سفيرا للجزائر، وهو أول سفير عرفته المنطقة، يعني أول ميزابي يرتقي ليصبح سفيرا ممثلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفاته المنية في 19 من يوليو 2012، وكان أيضا إطارا ساميا في وزارة الخارجية، حيث تقلد منصب مدير عام الدائرة العربية، وهي أكبر دائرة في وزارة الخارجية. ثم عندنا أيضا شخصيات أخرى من غير الفن أو الدين أو السياسة. عندنا في القضاء عندنا عاشور اسمه توفى الله يرحمه معقشرب الحاج جبري في نفس الكمين الذي نصب له، وكان قاضيا عرف هنا في وادي ميزاب بنزاهته وأيضا سماحة روحه وخفتها وتواضعه. على كل حال الحمد لله نحن الميزابيون في معظم الميزابيين، ولا أقول عام كل الميزابيون، وهذا ليس لا رياء ولا كما يقولوا من عند الله. من عند الله الحمد لله. الحمد لله يعني أكرمنا الله بالتواضع مهما تعالت وعلت مراتبنا، والمرتبة العليا طبعا للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. طبعا في اللقاء هذا لا يمكننا كاين شخصية ثانية. كاين شخصية ثانية قول لي دودو باعصة. رجل المجتمع. أيوة. هذا شخصية ممكن لازم أجلد حقيقة، لأنني شوف عاود في الميل باش الناس تشوف المأذنة. الرجل هذا طبعا لازم أجلد بسبب يعني نسيته. هو دودو باعصة. دودو باعصة معروف. نعم. في الجزائر العاصمة بدودو. دودو الملياردير دودو اللي قال يقول لك دائما سلف الدراهم للدولة، ولو انه هذه شيء مضحك نوعا ما، ولكن قد يكون صحيح او قد لا يكون صحيحا. هذا ليس مربط الفرس، بينما نحن نتكلم عن خصال الرجل. نعم. تصوروا ان هذا الرجل عاش حياته زاهدا، يعني لما انا نذكره بالمليارات اللي عنده كان يركب اركات، وكان متواضعا يشتري من الباعة في الاسواق بكل تواضع، وكان خير عام على العامة والخاصة وحتى اللي ما يعرفوش. نعم. لما ما سبقلوش وان رفض انسانا جاء محتاجا. كاع واش نقدروا نتحدثوا على تواضع باعصة وداود، نقولوا له هكذا ددك باعصة وداود. نعم. الشيخ باعصة دودو كاع واش نقدروا نتكلموا عليه. قليل لما قدمه هذا الرجل للمجتمع، مش البونوري فقط، مش في لمدينة بونورا اللي تقريبا فيها شحال من نسمة، تقريبا 20 ألف نسمة. يعني ما نقدرش نتكلموا عليه لأنها لا تعد ولا تحصى. بدأ بالكور، كان يبيع في الفحم، ثم انتقل إلى البيع بالديطاي، ثم انتقل إلى البيع بالجملة، ومحلاته موجودة في الروبا فتح النور وأيضا فتح النور. ما ننساوش فتح النور اللي كان والدي جدي الله يرحمه بسعيد الحاج إسماعيل، من بين المؤسسين لفتح النور. وهذا فتح النور هي تقريبا جمعية تجارية أسسها للنوطابل تاع بونورا في الجزائر. نعم. الجزائر. دونك احنا عرفنا تقريبا على بعض الشخصيات، وعرفناهم خصوصا عرفناهم على هذا الصرح الكبير، الصرح. نعم. المعماري الكبير هذا يا اللي نفتخر ونعتز به، وهو صرح من صروح الدين لنصر محمي الدين. من اليونسكو. وطبعا كما يقولوا باللغة الفرنسية tout ce que vous voyez ici tout ce que vous voyez ici de murs etc de murailles محفوظ تراث عالمي. c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. نستمع الان، رانا نسمعوا الان الى رفع اذان
المغرب. ونعطي راح نعطي لكم دوره واحده اخرى على على الغابه هذه تاع تاع فوالا. هذه هي بونورا من فوق من علي. ان شاء الله نزيدوا نعملوا دوتر فيديو لاصدقائي اللي اصدقائي الاوروبيين والجزائريين اللي ممكن. كلمة أخيرة نخلو لك الكلمة الأخيرة ليك الأستاذ، نسيت اسمك اسمح لي. أستاذ عادي عاشور بحمد. أستاذ عاشور بحمد، أعطينا كلمة أخيرة، وإذا راك حاب تحبب الناس لزيارة وادي ميزاب وبالأخص لزيارة بونورا، واش راح تقول لهم؟ بالتأكيد نقول لهم إن شاء الله بإذن الله تجوا، مرحبا بكم بإذن الله تجوا لهنا، ما بإذن الله ما تندموش، اختاروا لولا تجوا لازم تعاودوا تزيدوا تجوا. كاين تزوروا هنا كما هنا قصر بونورا، كاين قصر بنيز، كاين مناطق اثريه وخاصه في قصر بونورا من اكثر القصور موجود فيها الاماكن الاثريه في وادي مزار. حتى احنا تتميز مدينه بونورا اننا احنا عندنا لا بلو بيل فاساد. لا بلو بيل فاساد في وادي ميزاب، تقريبا لا بلو بيل فاساد. غدوه ان شاء الله راح نعمل زياره لتحت وزياره للمسجد لتحت وللازقه. راح ندخلوا في اللابيرنت تاع بونورا وراح نعرفوا الناس على مدينة بونورا عن قرب وعن هذا المعلم. إذا أشكرك جزيل الشكر، والآن يرفع الأذان. السلام عليكم. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. صح. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أصدقائي الأعزاء. رفع الآن الأذان لصلاة المغرب حسب توقيت ولاية غردايا وما جاورها. Je vous ai fait une visite éclair d'un des واحد من الصروح الموجودة في مدينة بونورا. Et je vais essayer demain de vous faire visiter de plus près cette ville, vous voyez derrière moi. Il y a derrière moi cette mosquée. On descend maintenant, Rana Habten. Je vais vous faire visiter demain la ville de l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'on a le droit de filmer à l'intérieur de ces rues. Est-ce qu'on peut filmer? Est-ce qu'on ne peut pas filmer? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi une mosquée. Et je vais vous raconter l'histoire de cette mosquée parce qu'il y a eu un ingénieur français qui est venu ici à Bounoura il y a 40 ans
et il a vu cette mosquée, il avait dit que cette mosquée ne tiendrait pas encore 10 ans. Je ne dis pas, je ne dirai pas plus. Je vous donne rendez-vous demain, peut-être à la même heure, ça va être vers le coup de 5 heures de l'après-midi, comme ça, ou bien même avant, 4h30, pour pouvoir vous raconter l'histoire. Comme ça, on aura beaucoup plus de temps pour filmer et aller de l'extérieur sur la route nationale numéro 1 et pouvoir filmer tout Bounoura et vous montrer cette magnifique façade l'après-midi et au coucher du soleil. Je vous remercie et à demain.